حب الشيعة لآل البيت. صححه هذا، هؤلاء كلهم صححوا. طيب. وهو يقول حديث السفينة ضعيف. إذن يا أخي حرام، يوم القيامة الله يحاسبك على هذا الكلام. أنت تطمس فضائل أهل البيت بأي حق يا أخي؟ طيب. أنت مع عداوة يا أهل البيت تطمس فضائلهم؟ لماذا تطمس فضائل أهل البيت؟ لا لا لا، لا أنت الآن أحاسبك، كلما جاءت رواية لأهل البيت تضعفونها. كل المسألة على أبي بكر وعمر، لأن البخاري إخواني الأحبة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ومريم في الجنة، فسيدتها فاطمة ومريم مصطفاة ومطهرة، وفاطمة مصطفاة ومطهرة، فكل ما في مريم من الفضائل فهي في الزهراء، وفي الزهراء زيادة حتى تكون سيدتها. اسكت. فهذا الناصب يا مسلمون، يا سنة، يا شيعة، عثمان الخميس تجرأ على سيدة نساء أهل الجنة وقال أن فيها منقصة، والآن أعلن المباهلة مع هذين الناصبين ومن يكون معهما. الآن أنا أباهي، الآن أنا أباهي، لكن بالراحة يا أخي، بالراحة، بس بالراحة، الآن أنا أباهي، لكن بالراحة يا عزيزي. وصلت على الزهراء، افتح لي حطة بسرعة فورا، يلا حطة. احنا أعزائي المشاهدين، دكتور عبد الحميد انه قام ثائرا، انت تخطئ فاطمه، اذا انت ناصبي وانت كذا. هم يكفرون اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا يريدون ان نقول فلان اخطا او فلان اخطات. نحن نقول من هنا ان فاطمه عندنا كابي بكر وعمر وعائشه وغيرها من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم، يصيبون ويخطئون، ولكننا نبجلهم ونقدرهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن هذه تمثيلية، أراد النجدي يظهر حماسه، وقف ضرب على الطاولة، أنت ناصبي أنت ناصبي، تمثيلية جميلة جدا، تمثيلية من الراد وتمثيلية من الواقع، والله المستعان. يقول نحن أجهل، ضعيف في نظره هو، لأنه يضيق صدره بذكر فضائل أهل البيت، يرتفع عند الله الضغط الله بذكر فضائل أهل البيت. الله الله. وإذا رأى على اعترافه. أما علي بن أبي طالب فهم يكرهونه ويحسدونه ويبغضونه ولا يعترفون بإمامته، وإنما أنا ذكرت كل هذا في كتاب الشيعة هم أهل السنة، إنما ألحقه أحمد بن حنبل في سنة 240 للهجرة. وين علي بن ابي طالب؟ ما كانوش يعترفوا به، كانوا يسبوا فيه ويلعنوا فيه النماذج هذوما، اسلافهم اللي يترحموا عليهم ويتصدقوا بهم، كانوا يلعنوا في علي ويسبوا فيه. تأدب بالكلام، تأدب بالكلام، انت كبير في السن. انا اتكلم انس، ها هذه هذه تأدب بالكلام عيب. واثرت فيهم تو الحفيزك. اي حفيزك؟ لا تكلم، تكلم انا. يقول ادعاء التيجاني اننا لا اعداء اهل البيت، هو يقول هذا الكلام حتى يلبس على. انت لماذا لا تناقش الاحاديث المتواتره؟ انا اناقش كلامكم، انت ترجع دائما للتجاني وناقش كلامه، هو الذي يخربط. اي نعم. طيب ما زلت اخربط. الاحاديث متواتره قاطعه، تترك وتذهب للتجاني. خربط متواتره. طيب قال نحن اعداء اهل البيت. ما هذا، ما سبب ضربك يا اخ عثمان؟ انا مستعد الان، اسكت، انا مستعد الان اذا رضي ان اذكر هنا امام الجميع من هم اعداء اهل البيت. موضوع معين. لماذا؟ هم يذكرون في كتبهم وينقصون أهل البيت، وهذه جاهزة عندي، يطعنون في أهل البيت أحيانا في الغلو فيهم وأحيانا في الطعن فيهم، في ونحن الذين ندافع. وأنا أتحدى، طيب وأتحدى كل أحد أن يثبت عن أهل السنة أنهم طعنوا في أهل البيت. نحن لا نغالي ولا نطعن في الإمام علي أبدا. يكذب. هل كتبت كتابا ضد يكذب الإمام علي؟ أنا أكتب كتابا، أنا أتقرب إلى الله بحب علي، لكن هؤلاء يحاولون يلبسوا على الناس هذه الأمور. أوكي. ولذلك عليهم كلما ادعوا شيئا يثبتوه. طيب. الدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. البينات لعلك تعي ما أقول. إذن من فسروا عليا بأنه هو البعوضة، وعليا هو الدابة، ورسول الله هو ما فوق البعوضة، رسول هكذا قالوا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قالوا البعوضة علي. أليس هذا من الطعن لعلي؟ يمن تتظاهرون بمحبة علي بن أبي طالب، ورسول الله هو فوق الدابة، فوق البعوضة، وعلي هو الدابة. طيب تفسير الحمى المجلد الأول صفحة 30 لا تقاطع، وتفسير العياشي المجلد الأول 25 ماذا تريد؟ تريد الدابة؟ كتاب سليم بن قيس صفحة 131 الذي صححه الخوئي
وقال بأن هناك من أنكره لكنه كتاب معتبر. الخوئي قال ذلك. إذن في كتاب سليم بن قيس وشرح الكافي للمازندراني المجلد الخامس صفحة 192، وبحار الأنوار المجلد الثاني والخمسون صفحة 70، والمجلد الثالث والخمسون صفحة 112 113، ومستدرك سفينة البحار للنمازي المجلد الثالث صفحة 249، وحكوا أن رسول الله كان يوقظ علي وهو نائم في المسجد فيقول له قم يا دابة الأرض، لا تقاطع، لا تقاطع، لا تسألني، اكتب اكتب. يزعمون أنهم أنصار آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يزعمون أني أطعن في فاطمة رضي الله عنها. هذا في بحار الأنوار، باقر علوم الأئمة المجلسي في الجزء 40 في الصفحة الثانية يقول عن علي رضي الله عنه: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له خادم غيري، وكان له لحاف ليس له لحاف غيره، ومعه عائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بيني وبين عائشة، ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره، فإذا قام إلى صلاة الليل يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة. أيها الشيعة، أين يذهب بكم؟ علي وعائشة في فراش واحد ولحاف واحد، أتقبلون هذا في علي؟ أتقبلون هذا في عائشة؟ أتقبلون هذا في رسول الله؟ أتقبلون هذا في الله تبارك وتعالى؟ ألا يكفر هذا الرجل الذي يقول مثل هذا الكلام؟ انظروا ماذا يقولون كذلك. أتعرفون جعفر الكذاب؟ أتعرفون جعفر الكذاب؟ اسألوا علماءكم من هو جعفر الكذاب، اسألوهم من جعفر الكذاب. إنه عم الحسن العسكري، عم المهدي المنتظر، يسمونه جعفر الكذاب، يسمونه جعفر الفاسق، جعفر الفاجر والعياذ بالله، وهو عم المهدي المنتظر. وإنما هناك أناس منصوصون معينون مختصون بهذا، ولذلك احنا عندنا كثير بعض أهل البيت يسمى جعفر الكذاب. جعفر الكذاب أخو الإمام علي الهادي، نحن نسميه جعفر الكذاب، وليس لنا. ما هي القاعدة في القاعدة هي النص، ونحن أتباع النص، النص والدليل. أتدرون ماذا ينقلون عن جعفر الصادق رضي الله عنه في الكافي؟ يقول: ذلك فرج غصبناه، يعني زواج أم كلثوم من عمر. أيغصب فرج بنت محمد صلى الله عليه وسلم وعلي ساكت؟ أيغصب فرج بنت فاطمة وعلي ساكت رضي الله عنه؟ إن هذا